أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق ثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة ما بين مصر واليونان، وذلك خلال استقبال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس بمدينة العالمين الجديدة. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تباحث حول الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والقضية الليبية وملف الهجرة غير الشرعية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعالمين الجديدة السيد كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب خلال اللقاء بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، كما أشاد السيد الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، واتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار.